ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وصلى الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم ربنا إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا إلى من تكلنا، إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وأصل عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل علينا غضبك أو يحل علينا سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ربنا تقبل صلاتنا، اللهم ربنا تقبل صلاتنا، اللهم ربنا تقبل صلاتنا، وتقبل قيامنا، وتقبل قراءتنا، وتقبل ركوعنا، وتقبل سجودنا، يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا كشفته، ولا حزنا إلا أذهبته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا متزوجا إلا رزقته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا مترددا إلا ثبتته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حيا إلا وفقته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا انتقم لعبادك المستضعفين من المؤمنين والمؤمنات في كل مكان، وانصر المجاهدين في سبيلك في سائر الأوطان. اللهم ربنا ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ربنا وحد صفوف المسلمين، اللهم ربنا وحد صفوف المسلمين، واجمع شتات المسلمين، وارفع عنا الوباء والبلاء. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين. اللهم ربنا من أرادنا بسوء وأراد دينك بسوء وأراد دينك بسوء وأراد نساءنا بسوء وأراد كتابك بسوء وأراد سنة نبيك بسوء، اللهم ربنا عرض الفتن واجعل كيده في نحره، واجعل يتمنى الموت ولا يستجاب له. اللهم ربنا أحصي أعداءك وأعداءنا عددا، واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا، ولا تغادر منهم أحدا، يا جبار السماوات والأرض، يا من لا ينجز شيء في السماوات والأرض، تحصنا بك يا ربنا إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستدفانا الشر والبلاء والمصيبة والخوف والقلق، بلا حول ولا قوة إلا بالله.
اللهم ربنا لا تولي علينا شرارنا، اللهم ربنا لا تولي علينا شرارنا، ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا يا أجود الأجودين. اللهم ربنا عاملنا بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، ولا تعاملنا بما نحن أهله، فنحن أهل الذنوب والمعاصي. اللهم ربنا اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا ولا غشا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الظالمين، وانصرنا على القوم الفاسقين. اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اكتبنا ممن صام لك هذا رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن يقوم لك ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم تقبل عباداتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم بعد وجوهنا عن النار، اللهم بعد وجوهنا عن النار، اللهم بعد وجوه والدينا عن النار، وبعد وجوه علمائنا عن النار، وبعد وجوه نسائنا عن النار، وبعد وجوه أولادنا عن النار، وبعد وجوه جميع المسلمين والمسلمات عن النار يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا القرآن حجة لنا في الدنيا والآخرة، ولا تجعل حجة علينا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ذكرنا منه ما نسينا، ووفقنا بالعمل بما فيه على نحو يرضيك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا القرآن شفيعا لنا، اللهم اجعل هذا القرآن شفيعا لنا، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، أهل القرآن هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم ربنا تب على التائبين، اللهم ربنا تب على التائبين، اللهم ربنا تب على التائبين. اللهم إننا قد رجعنا إليك وأنبنا إليك، فأنت التواب الرحيم. وقد قلت وقولك الحق، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أنت تغفر الذنوب جميعا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا، اللهم كفر عنا سيئاتنا وتب علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمحسنين إماما، واجعلنا للمخلصين إماما، واجعلنا للصالحين من عبادك إماما يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الله وحسبنا، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا وليس وراء الله مرمى. حسبنا الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم ربنا أجرنا من النار، وأجر والدينا من النار، وأجر علماءنا من النار،
وأجر نساءنا من النار، وأجر أولادنا من النار، وأجر أصدقاءنا من النار، وأجر المسلمين والمسلمات من النار، الأحياء والأموات، إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب يوم القيامة يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.